فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليحيل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنه السيئات وكان ذلك عند الله أجرا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء السماوات والأرض فكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا أن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. قد ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء مربورا. فمن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فلله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا طلبتم لتأخذوها ترون نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهما أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخل الجنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا أليما. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. يقرأ شي بركات أتسفك المباركة إن شاء الله أتنعب التوارث لها الفقراء اللي تصرفوا بها بلا حقاب
والناس المعلمين اللي تصرفوا في دار الهاد والحرائجية الصناعية اللي كانوا متعبين هذا الطريقة محمد بشية وجميع المؤمنين والمؤمنات. إن شاء الله بينا نقرأ هذه البركة ونعبد التواب ديالها ليهم، هذا هو القصد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تظهروا فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزينون عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Yeah.
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لا إله إلا الله What?
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف
اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم
يرث ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ يا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصلوات الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا شهداء من حرمة النبي والقرآن والشهداء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر جناتنا يا ذا الجود والكرم يا ربي أنت الأعلى فاغفر ذنوبنا واجعلنا نازلنا في جنة النعيم نحن ووالدنا مع أحبتنا والمجرمين مع الأشياخ في الدمام يا ربي إني ضعيف غارق مرشد سمسك برسول الله أرحم إنما ذكرتك إلا فرجات ربي ولا قصدتك إلا والشفاعة إلى لي والصلاة على مختار سيدنا هو الشفيع غدا من سائر الأمم والمرضى على أبي بكر وعمر عمر وعن عثمان وعن علي ذوي الكرم وعن جميع الصحابة الكرام ومن تبعهم وتبعهم إلى الدوام ليغفر الله مولى العظيم مولى والدينا وللأشياخ كلهم يا ربي فاغفر لقانه وسامعه والمسلمين جميعا عندما حضروا ووالدينا وأهلنا والأشياخنا وكل يا سيدي للعفو وتقر يا سيدي يا رسول الله فاغفر بيدي العبد ضعيف وضيف الله لا يضم من يعتصم بك يا خير الولى شرفه الله حافظه من كل متقي. صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم 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 بارك رمنا وكثر الخير لدائه والغنى وأعطه بالمرجى فوق الرجاء واجعل له فأكرم اللهم ما أكرمنا وكثر الخير لدائه والغنى وأعطه مما رجا فوق الرجا واجعل له في كل هام فرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحضور الكريم، هذه المناسبة المباركة لهذه الجمعية سيدي علي بن حمدوس، وهذا الحضور الذي حضر في هذه الليلة
الليلة الختامية التي اختتمت بكتاب الله سبحانه وتعالى وبنبع رسوله صلى الله عليه وسلم، فتواب هذه القراءة وتواب هذا المدح وتواب هذا الاجتماع وتواب هذا الأكل والشراب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في صحيفة الأولياء الصالحين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ السدة العالية مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة محمد السادس، نصره الله سبحانه وتعالى وبارك في عمره وحفظه وجعله ملاذا لهذا الشعب الأبي الكريم الذي ما فتئ جلالته يصون هذا المجتمع بحبه وبعطفه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظه بما حفظ به الذكر الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في أسرته، وأن يقر عينه بولي عهده المولى المحبوب مولاي الحسن، وأن ينبته نبات حسنة، وأن يشب أثر جلالته بأخيه المولى رشيد، وأن يبارك له في أسرته الملكية الشريفة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتغمد الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب تراهما واجعل الجنة مأواهما يا رب العالمين، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمنانا وأن يحفظ علينا قوتنا المسلحة الملكية وأن يحفظ علينا جميع العناصر الأمنية وأن يجعلها إن شاء الله حماية لهذا الوطن وحماية لهذا الدين، وأن يبارك أعمالها وأن يبارك في أعماله وأن يحفظ ذريته وأن يجعلهم أمناً وصوناً لهذه الأمة، نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا المغرب من كل كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين، نسأله سبحانه وتعالى أن يكلأنا بعينه التي لا تنام إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونختم إن شاء الله من البقيع سيدي خليل. الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم حرماتي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.